أنا اسمي مصطفى محرم، أنا استشاري مكافحة فساد وإصلاح مؤسسي بالبنك الدولي. قول لنا هدف بس المؤتمر. هدف المؤتمر اللي احنا نرفع الوعي العام وخصوصا الإعلام على أهمية إقرار وتفعيل قانون لتداول المعلومات في مصر. انا حاسس ان الحوار اللي كان موجود في المنتدى كان مثمر بشكل كبير. احنا كان عندنا النهارده 2 من مساعدي وزير العدل، المستشار عمر الشريف مستشار وزير العدل لشؤون التشريع، والمستشار عمر مروان مستشار وزير العدل ورئيس لجنه تقصي حقائق، وبنحاول ان احنا نشوف معاهم ايه الصيغه اللي ممكن يطلع بيها القانون في الوقت الحالي، وفي نفس الوقت يعني عملية ونشوف معاهم عملية تفعيل وممكن تتم ازاي برضه في الفترة القادمة. طب ايه رد حضرتك في اعتقال الصحفيين عدم ابداء رايهم؟ يعني هو بشكل عام اعتقال الصحفيين دي ممارسة اقل شيء يقال عنها انها خاطئة وضد اي نوع يعني اي حق يعني من حقوق يعني الصحافة والاعلام اللي معترف بيها في العالم كله. احنا بنتكلم يمكن ده مش موضوعنا النهارده، على قد ما موضوعنا هو حق تاني برضه للصحفيين والاعلام. ويمكن احنا يمكن من معرفتنا باصدقاء كثيرين في الوسط الصحفي والاعلامي، فعارفين ان انتوا بيقابلكم كل يوم مشاكل في الوزارات او في الحتت اللي انتوا او في المؤسسات اللي انتوا بتغطوها، ان ما فيش اي نوع من انواع التعاون معاكم في يعني في مجال اتاحه المعلومات. وعشان كده احنا بنتكلم في الموضوع ده النهارده، ان هو بيدي لكل صحفي ولكل اعلامي الحق ان هو يروح مؤسسات مختلفة من مؤسسات الدولة، وان هو يطالب بحقه في الحصول على المعلومات اللي بتساعده في عمل صحفي، ما دام المعلومات دي لا تخص الامن القومي المصري او لا تخضع لاحكام القانون. طب وهل ترى ان ده هي يعني ان المؤتمر ده هيجيب نتيجة ان الصحفي يقدر يعمل كده؟ هقول لك حاجة مهمة، احنا يمكن من 3-4 سنين لو سألتني هل احنا في يوم من الايام ممكن يبقى عندنا مادة دستورية عن تداول المعلومات والحق في المعلومات، كنت اقولك ده يمكن حلم بعيد بعيد المنال. بس احنا النهاردة بنتكلم مش على فكرة القانون ولسه بنطرح فكرة القانون من اول وجديد، احنا دلوقتي بنتكلم عن تفعيل حق دستوري موجود في الدستور المصري، واحنا بنحاول نساعد المجتمع المصري في تفعيله. ف أنا عايزك تبقى متفائل.